ضمن برنامج دائرة البرامج التنموية في جمعية المركز الإسلامي، بالإضافة للتعليم الغير رسمي والدعم النفسي الاجتماعي، تقدم يعني للطلاب المشاركين في البرنامج مكاني أو في مشروع مكاني رحلة ترفيهية للطلاب، وسميت هذه الرحلة برحلة الوفاء لمشروع مكاني. فكانت ضمن برنامج رحلة مكاني الدخول في حدائق الملك عبد الله الترفيهية، ثم تقديم وجبة إفطار، بعد ذلك تقديم وجبة الغداء، ثم الانطلاق إلى مدينة الملاهي الترويحية هابي لاند لنكمل باقي برنامج الرحلة. مشروع مكاني بدعم الطلبة المتسربين للمدرسة، وبيقدم الدعم النفسي الاجتماعي والمهارات الحياة الأساسية. فإحنا اليوم كانت رحلتنا عبارة عن رحلة ترفيهية على المناطق المجاورة لنا للطلبة. معنا تقريبا 147 طالب من مشروع 200 طالب من المشروع مكاني. أنا والله كنت بالمدرسة ضعيف، فسجلت في مشروع مكاني وصرت أفضل من الأول، يعني علموني القراءة وعلموني مشاريع مليحة مش زي أول. يعني مشروع مكاني ساعدني على حل مشكلات بنفسي والتعاون مع المجتمع المحلي، وإني أحل واجباتي بنفسي وأستطيع حل مشكلاتي لحالي بدون أي حدا. أنصحهم أنه يشاركوا مشروع مكاني لأنه كثير بقوي الدعم النفسي لدى الطالبات ويساعدهم على كثير أشياء بحياتهم، لتثقيف هؤلاء الطلاب المتسربين واحتوائهم وتدريبهم أيضا تدريب ثقافي على يعني ممارسة العلم وتوجيههم التوجيه الصحيح المناسب حتى يعودوا إلى جادة الصواب وجادة الحق، وأن يأخذوا أيضا دورهم في المجتمع.